شوفوا البنات الخلفة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا البنات، شوفوا شوفوا البنات، شوفوا البنات الخلفة، هذوما اللي بيو هاد الشيء والله ما كان. البنات شوفوا شوفوا البنات، شوفوا شوفوا هاد الشيء كامل البنات، كنقول لكم ما كانش ما كانش ما شاء الله. وعاد طول، انا البنات كنقطع شعري كنقطع عاد وكيتوال كيت كنقطعو كيتوال ما شاء الله، غير تبعوا هاد الوصفه وغترحموا لي الوالدين عليها فغيمان بربي وربي شاهد على ما اقول. عطيتكم هاد الشيء البنات من قلبي من قلبي، وشاركت معكم تجربتي وشفتوا كل شيء على عيني ديالي في هاد الفيديو بالضبط. وقبل ما نبدا بغيتكم كلكم تدخلوا عندي انستغرام وتطرحوا عليا اسئله، غادي لكم فيديو باش نعرفكم عليا اكثر. طرحوا عليا الاسئله ديالكم وانا غنكون راه الاشاره وغنجاوبكم وحده وحده. وكيف ما قلت لكم انا غادي نبدا نحط لكم اليوميات ديالي شوف انستغرام تقرب منكم وتجاوب على تساؤلات ديالكم. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هادي عواشر مبروك البنات وعيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه، ويدخل لكم بالهنا والرزق يا ربي، تستاهلوا كل خير المتتبعات ديالي الفنات. كنبغي نرحب بالناس الجداد والف مليون مرحبا حتى بالناس القدام، وكنبغي نوجه شكر كبير 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 المتتبعات اللي كيجيو كيكتبوا لي في التعليق ايمان الله يرحم لك الوالدين على هذه الوصفه، لقيت عليها فعاليه زوينه. البنات خاصكم تعرفوا قداش كنفرح وقداش الفرحه ديالي مني كنقرا بحال هاد التعاليق. تستاهلوا كل خير البنات، شكرا على التشجيعات ديالكم على التعليق ديالكم. انا في كل فيديو غادي نشكر، عاد غادي نبدا على بركه الله. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنا، مرحبا بكم البنات، غنكون قريبه لكم اكثر واكثر واكثر، ومرحبا حتى بالتساؤلات ديالكم. على بركه الله الوصفه ديال اليوم تحت طلب ديالكم، وقبل ما تكون تحت طلب ديالكم انا كنت غادي نعطيها لكم، حيت وصفه والله يشهد على ما اقول واعره البنات، سحريه زوينه. انبات الشعر البنات اللي شعرهم كيطيح عندهم فراغات بغاو شعرهم طوال، وحتى الناس جايبه لكم واحد لو برودوي ديال القشره خطير. قبل ما نبدا البنات انا اي حاجه غادي نشاركها معكم ما هي اشهار ما حتى شي حاجه، تجربتي الشخصيه البنات، هذا الشيء انا جربته وعطاني فعاليه، وبغيت ننصح به الغزالات ديال الفنات المتتبعات ديالي المتواضعات، كنموت وكنحماق عليكم. المهم البنات هذه الوصفه كيف ما قلت لكم ربي شهد عليا خارقه خارقه، وكنجربها انا وخواتاتي، واحد فعاليه عندها في انبات الشعر. باش نكون واضحه معكم ما غنقولش لكم عرفتوا البنات شعري مقدرش نشدو قبي البنات، انا شعري كنت ودعته، انا البنات شعري كان مشى، الناس اللي قرب ليا راح عارفين هادشي، شعري كان مشى. باش نكون واضحه معكم خاصنا البنات نعالجوا الداخل عاد نشوفوا برا. البنات اللي كيطيح لهم شعرهم كيطيح بواحد الكميه هائله، واش شعري يطيح يوميا راه حاجه عاديه، ولكن بانك تشوفي شعرك يطيح الله يسر بحال الناس اللي كيديروا الشيمي ولا شعرك بدا كيخوى ديال بصح، هنا عرفي بانك عندك خمسه من الحوايج، سواء لا تيغويد اللي هي الغده الدرقيه، سواء عندك فقر الدم، سواء عندك فيتامين دي، سواء عندك الهرمونات الذكوريه طالعه، سواء عندك تكيوس مبايض. الا كان عندك خمسه من هذول البنات تكوني اكيده الا الف مليون وصفه درتي لشعرك كيف ما بغات تكون وما عالجتيش هاد خمسه من هذول، ولا كانت عندك وحده ولا جوج عمر الشعر غادي تفرحي فيه. انا البنات كيف ما قلت لكم شعري كان مشى، مشيت البنات صافي مشى، كنقول لكم مشى شعري انا بكيت عليه. مشيت البنات درت واحد بيلون جينيرال، بيلون جينيرال شفت الديرماتولوج، درت بيلون جينيرال لقيت عندي البنات تصوروا هاد خمسه لقيت عندي ثلاثه البنات. قالت لي الطبيبه حمدي بهذا الشعر اللي بقى عندك، هذاك ماشي شعر ديال دابا، الشعر ديال منين مشيت عندها لقيت عندي البنات لا تيغويد طالعه، الناس اللي فيهم لا تيغويد لقيتها البنات 50. مشيت لقيت فقر الدم الخزان 6، لقيت فيتامين دي هابط 10 البنات، لقيت يعني ثلاثه البنات ثلاثه الحوايج صافي شعرك عمرك تفرحي به واخا ديري مليون وصفه. فاول حاجه عطاتني لا فيتامين دي، عطاتني نعالج فقر الدم واحد واحد سميتو تيدا نو باردون سمحوا لي البنات تاغ ديفيرون، وعطاتني مكملات غذائيه اللي كنت شاركتها معكم وغادي نشاركها معكم حتى دابا. عطاتني هادو، هذا ماشي اشاره، هذا خرجت لي طبيبه سي ستيفان، هادو مكملات غذائيه والشامبوان ديالهم كينشف الشعر، قد ما الشعر بقى مزيد قد ما كيطيح البنات. سمحوا على الصوت ديال ولدي ونتبعوا معايا انا، قد ما الشعر كان دهني بزاف قد ما كيطيح فخاصو ينشف، الناس اللي عندهم تساقط فهذا كينشف الشعر اونتي شوت ضد تساقط الشعر. فكيف ما قلت لكم البنات الله يرحم لكم الوالدين نعالجوا الداخل، الا كان عندك شي كيطيح بزاف ديري ليا واحد ديري بيلا ديري تحليله فاش شاكه عندك، الا كان كيطيح بزاف ديري وعالجي الداخل واجي ديري لي هذه الوصفه ورحمي لي الوالدين عليها البنات. هذه الوصفه
الا عالجتي كان عندك فقر الدم وعالجتي فقر الدم درتي هذه الوصفه شعرك واحد. شوفوا البنات هذه الخلفه اللي كتشوفوا فيها انا دابا ما كانتش، هذه الخلفه اللي كتشوفوا فيها هادو اللي بيبي هير والله البنات ما كانوا. انا شعري راه كان مشى كنقول لكم ودعته، هذا الشيء ما كانش، هاد الشيء البنات اللي كتشوفوا فيه ما كانش. انا كنحاول نبين لكم وكنبرهن لكم هاد الوصفه روعه. عرفتوا البنات اللي ما كان عندكم والو يعني شعركم ما كيتاقط وتبعتوها سالينا في عوض ما كانت كطيح 100 ضربه في النهار غتولي طيح جوج ثلاثه في النهار. في عوض شعرك ما كان عنده فغره غتشوفي البيبي هير هكاك طالعين هكاك. شوفوا البنات ها البيبي هير غتشوفوهم طالعين على هاد الشيء. ولكن قبل ما نبدا الوصفه غادي نحاول نجيكم واحد الحاجه اخرى البنات. الله يرحم لكم الوالدين الا ما تبعوا لي الوصفه ما ديريهاش مره ولا جوج. انا الطبيبه ديالي شنو قالت لي؟ الشهر الاول الشهر الاول كطيح ديك الزغبه اللي كتكون على سبه ميته هي اصلا باغا طيح فكيطيح كاع الزغب الخيب. الشهر الثاني توقف التساقط. الشهر الثالث كيبدا انبات الشعر. في 6 شهور كتولي تبان لك نتيجه روعه. وهاد الوصفه انا في 3 شهور صافي كنحمد الله وشكره اللهم لك الحمد على بركه الله. ما نزيدش نطول عليكم اكثر. انا هاد المقدمه غادي تفيدكم وانا عارفه غتفيدكم بزاف 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 بزاف، حيت الا جيت نقول لكم السلام عليكم الوصفه وتمشي ديرها وما تعطيكش فعاليه غنولي انا خايبه البنات. فالله يرحم لكم والدين اللي كيطيح شعرها بغزاره عاجي الداخل وهاجي ديري هاد الوصفه واجي شكريني على بركه الله. نبداو الوصفه ديالنا وفي الاخر ديال الفيديو غنشارك معكم واحد لو برودوي ميراكل للقشره. قسما بالله البنات الا كيعالج القشره انا خرجت وليت عرفتي القشره البنات ما نقولش لكم ما بقاتش في اسبوع سالينا من القشره البنات. يلا على بركه الله ندخلوا في الوصفه. على بركه الله البنات غتاخذوا ليا واحد الكاسرونه اللي غنبداو البنات بزيت العود. زيت العود البنات خاصو يسخن. هنا عندي واحد نص لتر غندير الكميه اللي غتكفيني. هنا خاصو البنات ملي يسخن نحيدو منه الملحه باش ما يضرش لينا الشعر ديالنا. فبهذا الشكل هذا ندير واحد الكميه ديال زيت العود كيف ما شفتو هذه الكميه هذه ونديروها فوق البوطه كيف ما كتشوفوا معايا. درتو فوق البوطه حتى يسخن ليا وتحيد ليا منه الملحه. غادي ناخذ واحد القرعه ديال الزاج على هذا الشكل هذه. انا كانت شاطت ليا بيتزا واحتفظت بها تكون ديال الدجاج وعقمتها حيت كنت عارفه راسي غندير الوصفه. خذوا قرعه ديال الزاج البنات تكون كبر من هذه من الافضل. انا عندي غير هذه حاليا. مكون الاول والاساسي البنات اللي ضروري في الوصفه عندنا زريعه البصله. هاد الزريعه البنات خارقه في انبات الشعر قويه البنات واعره زوينه زوينه. سيري عند العطار قول لي يعطيك 3 دراهم من زريعه البصله غير 3 دراهم البنات. هاد الوصفه اقتصاديه ديروا منها واحد جوج معالق كبار. فهنا انا راه عابره جوج معالق كبار البنات على هذا الشكل. غنزيدوا عليها المكون الثاني وضروري لتطويل الشعر. كنأكد هاد المكون تطويل الشعر الفلفله خضراء مقطعه البنات الفلفله حلوه كنقطعوها ونديروا منها حتى هي واحد الكميه. وعندنا البنات المكون الثالث اللي هو الحرمل. الحرمل البنات رائع للشعر لا جد رائع البنات ما نقول لكم. ديروا منه واحد المعلقه كبيره. هنا راني عابره البنات معلقه. والمكون الاخير الثومه الحمراء. حمراء البنات حمراء حمراء. خذوا لي الثومه الحمراء يا البنات ناخذوا هنا واحد 5 ديال الدروس ونحاولوا نفرشخوهم على هذا الشكل هذا. تفرشخ وتلاح بجلوفها تفرشخ وتلاح كنفرشخو البنات ضروري هاد المكونات. نفرشخو البنات ونلوحو على هذا الشكل هذا. ها هما المكونات ديالنا واجدين زريعه البصله الحرمل فلفله خضراء والثومه. هنا الزيت ديالنا من بعد ما غلى بعد ما الزيت ديالنا سخن كنظن هاد القرعه ما غتكفينيش فغنخوي شوف على هذا الشكل هذا مزيان البنات نيت باش يتجانسوا لينا المكونات. نعمروا القرعه البنات حتى الفم.
هذا التفاعل مزيان باش يطلق لنا كل شيء في بعضياته. ما عمرت القرعه البنات انا غنخليها حتى تبرد عاد غادي نسدها. من بعد ما تبرد غنحتفظوا بها، كنأكد البنات كنأكد انكم خاصكم تحتفظوا بها واحد 15 يوم في الظلمه، ونبداو نشقوا بها شعرنا جوج مرات حتى لثلاثه ديال المرات في الاسبوع، يفضل ثلاثه ديال المرات نشقوا بها شعرنا ونبقاو بها ثلاثه ديال السوايع وناخذوا الدوش ولا نمشيو للحمام. هذيكم الغزاله ديالي غناخذوا هذيك القرعه وغادي نحتفظوا بها في الظلمه لمده ديال 15 يوم، يفضل تكون قرعه كبر من هذه حيت المكونات كيكونوا شويه باش يلاه يجيك الزيت. وهذاك انا عندي قرعه نحاول نشوف شي قرعه كبيره ونزيد عليها الزيت ونحتفظ بها واحد المده ديال 15 يوم في الظلمه، ونبقى نشقق بها شعري ثلاثه المرات في السيمانه جوج مرات حتى ثلاثه المرات، نشقق نبقى ثلاثه السوايع وندخل ندوش، وغتلقاو فعاليه رائعه البنات. بالنسبه للبنات اللي فيهم القشره، ها هو المكون، غنخلي لكم مكون ديال القشره هنا والشامبوان مع المكمل الغذائي لتحت اللي خرجت لي طبعا حيت كيسولوني عليه بزاف. وبالنسبه للثمن هذه البنات ديال القشره زوينه كتبقاي ديريها من الليل تشقي بها شعرك بحال الماء، هي 49 درهم 50 درهم. بالنسبه للمكمل الغذائي اللي صراحه شويه خديته تاع 350 درهم، الشامبوان 175 درهم البنات. وهادو البنات يعني انا كنشارك معكم تجربه، الوصفه هي ضروريه من هادشي كامل، الوصفه هي اللي كتقوي الشعر كتنبتو كدير الخلفه وكطولو بعد ما نعالجو الداخل اللي كان عندك فقر الدم تكيصبوا كيف ما قلت لكم في الاول. فانا شرحت لكم وقسما بربي وربي شاهد على ما اقول عطيتكم هادشي البنات من قلبي من قلبي، وشاركت معكم تجربتي وشفتوا كلشي على عينيكم كلشي بالدليل وبالحجه يا غزالات ديالي. المهم ها هو ديال القشره هذا سميتو ديرموفال ديال القشره، قلت لكم غتشكو به يوميا المده ديال شهر بعد الشهر الثاني نهار اه نهار لا. هادي البنات كدير لكم شهر 50 درهم يدير لكم شهر رائعه للقشره رائعه على ضمان، تجربوها وردوا عليا. وهاد الوصفه كيف ما قلت لكم البنات الفعاليه ديالها كتبدا الشهر الاول كيطيح، هذه في اي وصفه يكذب عليكم الكاذبه البنات قسما بالله البنات، الا الوصفه ما كتبداش السيمانه الاولى ولا سورتو ديال الشعر، الشعر البنات كيبغي المداومه وكيبغي الصبر، الصبر البنات. الشهر الاول كطيح الزغبه الميته، الشهر الثاني كيتوقف التساقط، الشهر الثالث كيبدا ينبات الشعر، في 4 شهور 5 شهور غتشوفي واحد الشعر ما كانش عندك بحال البنات. وكيف ما قلت لكم الطول فلفله خضراء رائعه للطول، للطول وزرعه البصله والحرمه والثومه ينبات الشعر، وزرعه البصله كنأكد عليها الغزالات ديالي غجربوها ورحموا ليا الوالدين نحمد ونشكر عليها الله اللهم لك الحمد. ودابا غنشارك معكم الدليل القاطع قدامكم، والناس اللي قرب ليا عارفين شعري كي كان قبل غنشارك معكم. شوفوا البنات الخلفه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا البنات شوفوا شوفوا البنات شوفوا البنات الخلفه هذوما اللي بيو هادشي والله ما كان البنات، شوفوا شوفوا البنات شوفوا شوفوا هادشي كامل البنات كنقول لكم ما كانش ما كانش ما شاء الله. وعاد الطول انا البنات كنقطع شعري كنقطع عاد وكيطوال كيت كنقطعو كيطوال ما شاء الله، غير تبعوا هاد الوصفه وغترحموا لي الوالدين عليها فريمون النتيجه رائعه. الناس من بعد واحد المده تجيو تقولوا لي في التعليق وتفرحوني كيف جاتكم هاد الوصفه، وانا كل ثقه وانا عاطيها لكم حيت كي راك شفتوا الدليل قدامكم الغزالات ديالي كنموت وكنحماق عليكم. ما تنساوش لايكات باش تشجعوني والتعليقات ديالكم زوينه، وشاركي في القناه اللي كنتي اول مره غتشوفي الفيديو وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. كنموت وكنحماق عليكم الى الفيديو القادم بحول الله، استناو الجديد الجديد دائما مع ايمي بيوتي. كيف ما قلت لكم بنات ما تخلعوش من حجباني من الدوفي ما شاء الله، فاش في العيد نبانو بحله جديده. كنطلب منكم تقولوا لي في التعاليق شنو تبغيو يكونوا فيديوهات جايين، شنو تبغيو تعرفوا، شنو تبغيو تشوفوا.